اهلا وسهلا بكم اعزائنا المتابعين في هذه التغطيه الحصريه لسولار شو كي اس اي 2023. معي الان المهندس ماجد الرفاعي. اهلا وسهلا فيك. يا اهلا وسهلا، حياك الله. المهندس ماجد الرفاعي هو رئيس مجلس اداره المعهد السعودي التقني للطاقه المتجدده. طبعا هذا المعهد بدا نشاطاته خلال السنتين الماضيتين لتحقيق احد اهم اسس انتقال الطاقوي في المملكه العربيه السعوديه لحتى يأمن الطاقات المطلوبة لأنه يتم هذا التحول وتحقيق رؤية 2030. لو تحكي لنا لو سمحت مهندس ماجد عن رؤية المركز وسبب إنشاؤه لو سمحت. بسم الله الرحمن الرحيم، شكرا لك أخ منيف على الاستضافة. طبعا المعهد السعودي التقني للطاقة المتجددة هو معهد هدفه التركيز على تدريب الشباب السعودي بفكرة التدريب المبتدئ التوظيف على خصائص الطاقة المتجددة بفروعها كاملة، كان سواء الطاقة الشمسية أو الرياح أو الهيدروجين في المستقبل. هدف المعهد لتأسيسه طبعا الآن مع رؤية المملكة 2030 ومكس الطاقة اللي يحصل علينا إن شاء الله يا رب، اللي هو 50% طاقة متجددة و 50% conventional. يوجد عندنا الآن في مشاريع كثيرة، يعني في تحدي كبير لتدريب الشباب السعودي في هذا المنطلق. فأنا عشان نقدر نحصل على تدريب بجودة عالية وتدريب بآلية مرتفعة لابد أنه يصير في معاهد متخصصة هدفها تدريب الشباب السعودي. المعهد، مجلس إدارة المعهد مكون من قطاعات مهمة ممثلة في وزارة الطاقة، مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والطاقة المتجددة، صندوق الاستثمارات العامة، أكوا باور، الفنار، صندوق تنمية الموارد البشرية. المعهد مدعوم في مكافأة الطالب ب 75% من صندوق تنمية الموارد البشرية و 25% تحملها الشركة المتعاقدة مع المعهد. المعهد مقره في مدينة الجوف، وسبب اختيار مدينة الجوف طبعا هو سبب ان الكل عارف باكورة مشاريع الطاقة المتجددة في المملكة ابتدأت من منطقة الجوف، وايضا لسه في المنطقة الشمالية ما شاء الله لا قوة الا بالله، عندها تحدي كبير للمشاريع في المنطقة هناك. فموقع الجوف جاي في موقع جغرافي متميز، عندك باكورة مشاريع طاقة متجددة قربها من نيوم، قربها من تبوك، قربها من المشاريع المستقبلية حسب خطة 2030. حلو. طب يعني في البداية كبرامجكم التدريبية شو هي المهن أو المهارات الأساسية اللي بتركزوا عليها في البداية؟ طبعا التركيز الأساسي أنت بتكلم على 75% من المشاريع المطروحة جاية على خط الطاقة الشمسية، صح؟ فنحن بنتكلم على الصيانة والتشغيل بالتحديد، وأيضا الأمور الدعم في عملية الفنيين الخاصين بالمصانع. كمثال أنت عندك، أنا أحتاج فنيين خبرة للحام، للإلكترونيكس، التركيبات، للجودة، للفحص والصيانة، للاختبارات. كل الأمور هذه عدة تفرعات فيها قدمها بالكامل، بس اختيار نوع التدريب يجي حسب اختيار الشركة المتعاقدة. حلو، بهي الفكرة. طيب بدي أسألك من خبرتك مهندس ماجد، الشباب السعودي اللي بتابعنا وعم نشوف هذا الفيديو، شو بتنصحهم لحتى هم يدخلوا سوق الطاقة الشمسية، حتى لو كانوا بيشتغلوا مثلا بجوز إما حديثي التخرج أو بيشتغلوا في مجالات الكهرباء أو النفط والغاز، بس عندهم هاي الرغبة إنهم بيدخلوا في الطاقة الشمسية طاقة جديدة بشكل عام، شو طيب يعملوا؟ الآن أي طالب في المملكة العربية السعودية عنده خريج ثانوية صناعية، الباب مفتوح في المعهد عندنا لاستقبالهم. زائد كنصيحة من المفهوم العام لرؤية المملكة 2030 وأيضا ما بعد 2030، جزء كبير من خطة التحول المطروحة الطاقة المتجددة تلعب دور أساسي فيها. فنحن معهدنا إن شاء الله يا رب، نسأل الله سبحانه وتعالى أنه يكون نواة من نواة اللي هو تدريب الشباب السعودي للمستقبل. وبالعكس أي استفسار نحن موجودين معاكم إن شاء الله يا رب. إن شاء الله. دي تشكرك مهندس ماجد الرفاعي رئيس مجلس إدارة المعهد السعودي التقني للطاقة المتجددة. بدي تشكرك على المعلومات اللي أعطيتنا إياها اليوم، واتمنى لكم التوفيق
وان شاء الله بتمنى يتشجعوا المهندسين والتقنيين والفنيين وخريجين الثانويه الصناعيه في المملكه العربيه السعوديه ليتقدموا للمعهد حتى يطوروا مهاراتهم ويدخلوا هذا السوق الواعد والنامي في المملكه. يعطيكم العافيه، الشرف لي والله يوفقكم ان شاء الله يا رب في مشاركتكم في المعرض. الله يخليك، شكرا. الله يخليك، شكرا.